عليكم ورحمة الله. كما تفرجتوا على الندوة اللي عملناها اليوم الصباح، واللي ديكلاراسيون اللي أعطيتهم، نعاود ونذكر اللي أنا أعطيت للسلطة المعنية والحكومة 3 أيام ابتداء من اليوم الجمعة، ابتداء من الغد يعني السبت، الاثنين والثلاثاء. إذا في هذا التاريخ هذايا ما تحصلت على حتى معلومة جديدة تطمئن العائلة عن مصير هذا الملف وعن مصير والدنا إذا كان مازال موجود حي، أو إذا كان وقعت تصفيته في خلال هذه المدة الفارطة، يعلمونا. خلينا واحد على الأقل يبدأ عنده حاجة، المعلومة مهما كانت، معناها معلومة طيبة أو معلومة سيئة أو كذا، الإنسان يبرد كونه حي. يا ريت، فهمتني؟ كونه توفى ذاك العمر بيد الله، ثم من بعد تعطينا المعلومة هذه، ثم من بعد نلوجوا على الحقائق وكيفاش كانت وكذا، مستعد نعطيهم الوقت الكافي لتبيان الحقيقة. إنما المعلومة اللي احنا باش ترتحنا كعائلة ونخرجوا من هال من معناها جو فو فواغ، سامحني باش نقولها بالفرنسية، اون فو فواغ لو بو دو تونيل، باسكو اون اي دون ان تونيل دوبي لونتون، دون ان تونيل اوبسكور. جو فو فواغ لو بو دو تونيل، لو بو دو تونيل ما نجم نشوفو الا وقت اللي تجيني اون انفورماسيون كونفينكونت راسيورونت اي اوفيسيال، داكوغ. Autrement, le mardi, le mercredi matin, باش نكون متواجد أمام وزارة العدل، وباش ندخل في إضراب جوع، معناها إليميتي، يا فيها ناخذ حقوقي ونكشف الحقيقة، يا فيها خل نخلط على الوالد، تو سامبلومون، خاطر هذه وصية. الوالد متاعي كانت اخر كلمات سمعتها منه: ما نسامحكش قدام ربي اذا ما تاخذ ليش حقي، وانتهى.